عندك الشجاعة وعندك الجرأة ان انت تقولي مين النجمة او مين الفنانة اللي دايما بتشغل لجان الكترونية وذباب الكتروني في ان هو يهاجمك طول الوقت على السوشيال ميديا؟ عندك الشجاعة تقولي مين؟ اقول مين؟ لا طبعا ما عنديش. عارفاها؟ طيب عارفاها طبعا. عارفة ان في واحدة بتأجر لجان عشان تهاجمك طول الوقت؟ ربنا يكرم الناس كلها. اعتقد احسن حاجة ان الواحد يركز في شغله، يركز في نفسه، يركز انه يبقى افضل من كل حاجة. يركز انه هو يطور من نفسه طول الوقت، انه يعمل عمل احسن من اللي فات، انه يطلع بصوره احسن، يشتغل على نفسه احسن ما يشتغل ان هو يدمر اللي حواليه. يعني بس ده ايه الحلو ان انا اقعد درجه الكره دي؟ يعني مين اللي بتكرهك قوي كده عشان تدفع فلوس وتجيب لجان، تاجر لجان تقعد تهاجمك طول الوقت؟ انت بتقولي ان انت عارفه الشخصيه دي. طبعا عارفه طبعا. عرفتيها ازاي؟ عرفتيها اتقال لي، وفي ناس كتير من اللي بيقبضوا فلوس قالوا لي، يعني قالت لي كتير اللي بيقبضوا فلوس جم قالوا لك جات اديتنا فلوس عشان نخاطر الحاجات دي كلها بتبقى معروفه على فكره. فنانه واحده ولا كذا فنانه بتعمل كده؟ اللي انا اعرفها واحده. واحده بس. صغيره كبيره؟ معرفش بقى يا اميره. صغيره في السن كبيره في السن؟ معرفش بقى يا اميره بطلي. طب قولي لي بس، صغيره ولا يعني صغيره ولا عاديه؟ عاديه متوسطه. عاديه تمام. طويله ولا قصيره؟ مش عارف. طويله؟ معرفش. طويله معرفش. ولا نص نص؟ بتعملي ايه لما بتهاجمك؟ بتتصرفي ازاي؟ ولا محمد بيتصرف؟ لا والله بحاول اركز في نفسي. ما بتضايقكيش؟ بتضايقني والكلام؟ لا بتضايقني طبعا. يعني اكيد حاجه بتضايقك لما تلاقي حاجات غريبه بتتقال، لما تلاقي هجوم، كلام غريب بيتقال قبل مثلا حاجه معينه، يعني ما ينزل بوستر فيتعلق تعليق على تمثيل، فنوع من انواع الغشوميه شويه. فبتبقي عارفه. بس يعني ايه اكتر حاجه اتكتبت ضايقتك؟ ضايقتك اكتر حاجه ضايقتني؟ لا والله انا ما بطلت من زمان. يعني انا زمان قوي كنت بتضايق، وبعد كده بطلت. لان خلاص في ربنا بيديني حاجات كتير جدا حلوه. ربنا بيعوض لي ده على فكره. يعني على قد ما بصي، محدش بيقدر يقف قدام ربنا. الفنانه دي انت اشتغلتي معاها قبل كده ولا لا؟ اللي بتهاجمك طول الوقت. اميره انا مش هقول. ما انا عارفه. لا بس انت اشتغلتي معاها قبل كده ولا لا؟ والله انا مش هقول. ما انا عارفه ان انت مش هتقولي. انا مش عايزه اعرف ولا هقول اشتغلت معاها ولا ما اشتغلتش معاها، ولا هقول تفاصيل. هي ربنا يكرمها. كل واحد يركز في شغله. دي طريقه مش حلوه بان احنا نعلي نفسنا. ما حاولتيش تهاجميها ليه زي ما هي هجمتك؟ عشان بحس ان ده شر باين، وبحس ان انا لو عملت كده ربنا عمره ما هيكرمني. يعني على فكره دي اسهل حاجه. هي ما شغلتش حمله اول ما البوستر بتاع نعمل افوكاتو نزل، قبل ما ينزل اساسا، قبل رمضان يجي فتره طويله، نزل البوستر بتاع نعمل افوكاتو تقريبا بشهر، قبلها بشهر، ما كانش فيه لجان متسلطه ان هي تخش تكتب كلام سلبي وانه كذا وانه كذا وانه تاني، ونفس قصه جعفر العمده من قبل اساسا ما يشوفوا المسلسل ولا يعرفوا بيتكلم عن ايه؟ بصي ده سهل انه تعملي، بس في الاخر ايه اللي بيرد عليه؟ النجاح. النجاح هو اللي بيرد عليه. فالهجوم مهما حصل او مهما ناس اجرت ناس، ما بيبقاش على قد النجاح. لما بيبقى نجاح كبير قوي، مهما عملتي، مهما اجرتي ناس، مهما ده بيبقى اكبر بكتير، فبيبقى ده حاجات صغيره قوي بالنسبه له، فما بتفرقش. يعني ما بتفرقش. ما تبصيش على الحاجات الصغيره دي، بصي على الصوره الاكبر. الفيدباك الكبير ايه؟ الناس عجبها ولا لا؟ رد الفعل في الشارع ايه؟ هو ده المهم. بيهمك راي الشارع اكتر طبعا. طيب